السلام عليكم، إيمان بربيعة نائبة برلمانية عن جهة دار بيضاء ستات وخصوصا مدينة جديدة. كان لي اليوم الشرف أنني نحضر الدورة الافتتاحية ديال هذا الفريق ديال النجم الرياضي الجديدي، وهذه مبادرة اللي من الضروري أننا نشجعوها، لأن في حال هذه الجمعية تتأثر الولاد ديالنا ابتداء من 6 سنين 7 سنين وتتساعدهم أنهم يقوموا بالرياضة في أوقات الفراغ ديالهم، وهذا التأثير مهم للشباب ديالنا. ولذلك انا جد سعيده انني حضرت اليوم وانني نشارك في هذه الفعاليه وانني نقدر نساهم ولو بالقليل المساعده لهذه الجمعيه ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد ساني رئيس نادي النجم الرياضي الجديدي. كنشكر الاخوان ديال موقع اشواق على المواكبه ديالهم لهذا الحفل الافتتاحي ديالنا. كنشكر جميع المسؤولين وجميع الفاعلين الرياضيين والجسم الصحفي على الحضور ديالو والمواكبه ديالو لهذا الحفل الافتتاحي. كنقدموا الشكر الجزيل للرئيس جامعه الحوزيه على الدعم ديالهم من خلال الملعب ومن جميع التسهيلات من اجل مرور هذا اليوم بشكل جيد ان شاء الله. تندعو جميع الاباء ان شاء الله والراغبين بتسجيل الابناء ديالهم نادي النجم الرياضي الجديدي، متابعتنا عبر صحيفه ديال الفيسبوك، عبر جميع الهواتف ديال الاخوان المسؤولين اللي غادي ان شاء الله غيواكبوا عمليه التسجيل بالنسبه للموسم الرياضي 2019 و2020. تنوعدكم بان ان شاء الله غادي نقدموا لكم منتوج كروي تربوي من المستوى الكبير اللي غادي يدعم الحقل الرياضي بمدينه الجديده. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لجريده اشواق تي في. مزموطي مصطفى رئيس جمعيه اتلانتيك سيدي بوزيد الرياضي للجميع بتراب جامعه مولاي عبد الله، اللي الان اليوم هذا الافتتاح ديال هذا الملعب عن قرب اللي بجماعه الحوزيه اقليم الجديده. فرقه ديال اتلانتيك سيدي بوزيد الرياضي الجميع جينا واحد المشاركه لاول افتتاح اللي شاركنا به، وكانت لعبت واحد المقابله في جو جميل جدا.